السلام عليكم، معكم حمودة. كيف العادة بغيت نبارطاجي معكم واحد شوية ديال المعلومات اللي خدينا من الفيلم هذا، مي كنتمنى تشاركوا معايا في القناة ديالي. هذاك هو الدعم اللي غادي تعطيوني، هو تشاركوا في القناة ديالي وتحاولوا تبارطاجيوها باش يشوفوها الأكثرية ديال الناس، لأن يقدروا، لأن ما بقيتش كنخدم هذه القناة ديال اليوتيوب ويقدروا يسدوها ليا في أي وقت. أنا بغيتها تبقى وفيها بزاف ديال لي فيديوهات، الفيديوهات اللي هما قبل ديال الفوتوغرافي وعلى السينما. يعني مرة جيو ليها شوفوها ولا بارطاجوها مع اصحابكم اللي هما انتريسي. الو كنتمنى تدعموني، يعني تابوناو معايا فيها وتوركوا على داك الجرس، راه مهم باش الا كان شي حاجة جديدة غادي تجيكم. انا غندير حلقات على حساب هاد السلسلة هذه اللي كاينة، هاد السلسلة اللي كنشوفوها دابا واللي بزاف ديال الناس كيقول لك راه احسن ما يكون. مي لا الاولى ولا هاد الثانية، راه كلهم بالاخص هاد الثانية هادي كلها ما مخربقة. مي غادي نشوفو حلقات اخرين تا هما بلا ما نديروهم، وغادي ندير عاوتاني، راه بديتها من قبل، غادي ندير دي كريتيك، ماشي دي كريتيك، مي دي زاناليز على دي فيلم امريكان، ونهضروا على لوميير يعني لا تكنيك كيفاش خدموا الفيلم، لا من ناحيه الاخراج ديالو ولا حتى من لي كولور ديالو، راه هما كيلعبوا دور مهم. مهم غنهضروا على بزاف ديال الحوايج. مي كنتمنى تابوناو معايا في هذه، هذاك هو الدعم الوحيد اللي غادي نقدر نطلب منكم. علي بون كوراج، وكلنا غادي نتعلموا من مع بعضياتنا. اوكي، في هذه الحلقه هذه غادي، كيف وعدتكم البارح قلت لكم راه غادي نشرحها، لان سيرتو هذاك الدور لان قليل اللي غادي يشوفها. كاين واقيلا شي واحد اللي شافها، ما قلتش، قليل اللي غادي يبان ليه اكزاكتومون شنو بغيت نقول انايا. الوغ هذه الحلقه هذه، لان الفيلم ما بيهش، يعني الفيلم فيه شي حوايج اللي هما زوينين ولكن اكزاجيري بزاف. شو بحال دابا حنا كنشوفوا هاد التصويره هذه ولا هاد ليماج هذه، كاين الضو جاي من الضو ديال الطوموبيله واللي تيبان لنا اللي هي نورمال، الغابه كلها مظلمه. الوغ فين هو داك الضو الزرق اللي كان على الاقل نديروا واحد شويه ديال الضو الزرق اللي يبان هنا، ولكن ماشي داك الزرق اللي هو معيق، لان القمره لي فيلم كاملين تقريبا ديال 90% ديال الافلام ديال الامريكان كيديروا واحد الضو زرق وكيعطيو واحد شويه ديال الخضوريه، كيديروا دي جيلاتين واحد الزرق وفيه شويه ديال الخضوريه باش كي يعطينا داك يعني الاحساس بلي راه الضو ديال القمره. واخا الضو ديال القمره حنا تيبان لنا ابيض، ولكن بالنسبه للكاميرا فيه واحد شويه الزروقيه باش كيعطي داك ليفي ديال الدراما، وكيعطينا واحد ليفي يقدر يكون ديال فيلم ديال الخليع في المثال، كيخلع فيلم ديال كيف قلنا الدراما. كاين واخا دي سين اللي هما ديال الكوميدي، ولكن ملي كتكون بنهار كيكون هذا الشكل هذا اللي هو فيه ديك الزروقيه اللي هي انا ما بيناش بزاف هنا، واخا باينه واحد شويه في الشجر ما بيناش بزاف، وجايه من اللي من اليسار، لان كنشوفوا الفوق ديال هاد الشجره هذه، مي خاصها مازال تكون شويه باينه لان مغطيه عليها الطوموبيل. ما عليناش، ندوزو نقولو سيدي معليش، لان ليسين الاخرين اللي تابعينهم الى زدنا دابا شويه لقدام، اوكي كيبان لنا هي الضوء ما كيضويو بالبيل اللي هو يعني مزيان، تا هي كدار راه مزيانه، ولكن مني غادي نجي واحد شويه يدوز في الفيلم واحد شويه هنا، غادي نلقاو باللي الضو جاي من جوج جهات، بحال عندنا جوج ديال القمرات اللي هما يا في نفس اللون في نفس الطومبيراتور ديالهم، اللي هي ما غاديش يمكن تكون هما تيبانو هنايا كي اليمين كي اليسار، ما كايناش شي حوايج اخرى اللي هما يا نورمال. الو هنا كان علينا حنايا ولا اللي صور يخلي ضو واحد اللي هو غيعتبروه القمره، ويعطينا واحد الفيل اللي هو خفيف على هذا بزاف، ولكن يخلي داك لومبغ يبان بزاف. ما خصش بنادم يخاف من لومبغ، ماشي الطوموبيله هي كتبان لكم مضويه من جوج جهات، الا شنا القنت ديالها على اليمين والقنت على اليسار عندها الضو جاي من جوج جهات. نقولوا في المثال راه الضو ديال بيل اللي هو داخل ديال طوموبيلات البوليس، ها طوموبيلات البوليس مشات، ها هو الضو مازال عاوتاني باقي تما كاينه اللي هو داخل ضارب من جوج جهات. الو هنا ما كاينش ديك الاحساس ديال الدراما، ما كاينش في الفيلم خاصو يكون دراماتيك بزاف،
كون عندنا ديك الدراما ديالو كتيرة باش نحسو بها حنايا، لان ما غيمكنش في المثال نقولوا فيلم راه الفيلم زعما دراماتيك ولكن ما عندوش بزاف ديال الدراما. كاينين دي سيل اللي هما دراماتيك ولكن كيغلطوا في الضوء. واخا نقولوا هنايا وتطلع لنا دابا في مثال القمره، واش هادي كتبان قمرانيت؟ لان هنايا ما كتبانش ليا قمره بيضاء، اوفر اكسبوزد، مضويه بزاف، محروقه، ما عندهاش دي ديتاي. هنا الا ما عندناش حنا في المثال القمره، ما كانش القمره في هذيك الليله وما عندناش قمره في المثال، ما قدرناش نصوروها. على الاقل الواحد يدخل للانترنت ونتيليشارجيو فيديو ديال القمره. الوغ ما فيها باس الا خسرنا واحد شويه ديال الدولارات، واحد شحال 10 20 دولار في المثال، ونتيليشارجيو مشيو للستوك فوتيج، راه فيه 4K الفوتيج ديال 4K لي فيديو، وفيه اللي بغيتو اي حاجه بغيتوها، فيها الالوفات ديال لي فيديو ديال لي كليب فيديو. ناخذو قمره نديرو نكتبو غير القمر في المثال بلونغلي مون، وغادي نلقاو بزاف ديال الانواع ديالهم، وغنعزلو وحده اللي غتصلح لينا. وهذوك راه الفيلمات ديال الخلية ولا شي حاجه، واش هما كيبقاو يستناو مره في الشهر ولا ليله ولا جوج ليلات في الشهر اللي غادي تطلع القمره عاد نصوروها نبقاو عاسين عليها؟ لا، غادي يكونوا داكشي كاين في الانترنت. دابا الوقت هذا كلشي كاين في الانترنت، نقدروا ناخذوها من الانترنت بلا ما نخسروا حنا هاد الشوت هادي اللي جات هنايا وجات في الوسط وما كاينش داك السحاب ديالها. نقدروا ناخذوها ما بين الشجر في المثال، تكون داك الشجر قدامها وداك السحاب شويه هكذا دايز، ولا البغويه دايزها هكذا قدامها، وكاينه القمره، والقمره غتبان كبيره ماشي بحال هكذا بحال شي بحال نقطه بيضاء. لان هادي نقدر نقول لكم انا هادي غير بوله، دايرينها بوله وصوروها. الا بغاو في المثال يصغروا الايريس غادي يبان العيب ديالها. ما عليناش، تزيدوا لهاد لاسين هادي، تزيدوا هاد لاسين هادي هي اللي هضرت عليها انا البارح. الو هنايا عندنا الضو، كيبان لنا الضو ديال القمره حيت يلاه بينوها جاي من اليسر، والضو ديال العافيه هو اللي كاين في اليمن. الو هاد الشوت هادي فرحان بها، يعني مزيانه حتى داك واخا داك البلو ماشي بلو، يعني في اليسر كيبان ليا ماشي هو داك بلو، نقولوا حنا تخلط مع لورونج ديال الضو ديال العافيه. الوغ ما بيهاش دايزه، ولكن ملي كدوز لاسين اخرى ولا الكات الجايه اللي من موراها كنتفاجئوا باللي عندنا قمره اخرى اللي هي داخله من الفوق وهابطه لو سونس اللي هو شوفي الجاي لين ديالها غادا ديريكسيون. من نقولوا حنايا الا شفنا في المثال امين الصيغي ديالو غتولي القمره مضويه عليه من اليسر ديالو. وهنايا رشيد الوالي في المثال ولا الغالي في الفيلم مضويه عليه من اليسر ديالو من اليمن ديالو. الو هنايا غتكون عندنا واحد المشكل، اللي غادي يكون هنا في المثال هو خصو يتحيد هذاك الضو اللي كان هنا. هنا انتم كتشوفوا هنايا واخا هكذا مازال عندنا عاوتاني قمره اخرى هنايا دايره هنايا شويه ديال الضو زرق هنايا من هذه الجهه هذه، ولكن هذاك الضو اللي جاي من الفوق ديالاش؟ الا كانت هذاك الضو ديال قمره اخرى بغينا نعرفوها. شفنا حنا في هاد التونيل هادي ولا هاد الغار ولا هاد المعرفش كاع شنو هي هادي، المهم شفنا باللي عندها كيف كتشوفوا هنايا كاين واحد بحال الشريج بحال الطاقه هنا، وكاين هاد الطاقه هنا لان فيها جوج. انا في الاول مني شفتها قلت واخا ربما غتكون شي طاقه اخرى من هنايا من الفوق، ولكن واخا كاع تكون ديك الطاقه من الفوق الضو ديالها غادي يكون نازل في هاد الجب هذا، وخصها ترجع نرجعو مازال لارج، نرجعو كثر من هاد الشيء هذا، ما ندخلوش معاهم على الغار، علاش ما نشدوش واحد لارج كبيرة؟ وغادي نشدو هاد الغوفلي اللي كاين هنايا ديال الضو يكون عاوتاني حتى هنايا ديال التقبة الأخرى، ولكن هنا كاينة هاد التقبة اللي كاينة هنا، هاهي كاينة عاوتاني هنايا، على حسب ما كيبان ليا أنا، كتبان ليا هنايا تقبة أخرى، هنا هذا هو السقف. السقف راه نازل حتى لهنا ولا ما عرفش بعدا شنو هي هادي. الا كان هاد ليفي ديال هادي عاوتاني داير الضو ديالو هنا وداير الضو ديالو هنا عاوتاني راه ما يمكنش. بالنسبه للعافيه، العافيه ماشي هي اللي مضويه بطبيعه الحال، لان كاين الناس اللي غايقول لك واو العافيه دايره هذا الضو كامل هنا. الوغ هادو كاينين البولات اللي اختصاصيين كيبقاو يشعلوا يطفاو باش كيشعلوا يطفاو كيبقاو بحال فيه بحال فليكر كيتبارقوا. كاينين روتو لايت، كاينين دي البولات اللي هما كاع شين ودابا وكدير لك
كيديروا بها ليفي ديال طوبيلات البوليس ولا طوبيلات الضو ديال العافيه ولا التلفازه ولا السينما ولا كمبيوتر ولا اي حاجه كيعطيو داك ليفي ديالها. الوغ هنايا اللي كنشوف هنايا الضو من تحت طالع، تقدر تكون البوله اللي هي مضرقه هنا ولا مضرقه من مور هادي، انا مع شي حاجه هنا كاينه ما كتبانش ليا انا بزاف، تقدر تكون مضرقه من هنايا ديال. المهم لي في ما بيش، يعني بالنسبه لهاد لي في ديال العافيه ما بيش، ولكن هاد القمره هادي اللي ما عجبتنيش كاينه وحده هنا وكاينه وحده من هاد الجهه، لان الا كان في المثل غير هاد الضو هذا عاطي لي في ديالو لهيه، الا كان لهاد الجهه هنا ولا هنا في المثال ضرب لهاد الجهه، نقدر نقول ان راه الديريكسيون ديال الضو جايه من الفوق غادا لواحد الاتجاه وغادي عاوتاني من هنايا لهاد الاتجاه هذا، غادا من هنا وغادا من هنايا، ما غاديش يمكن يعطينا هاد لي في هذا. كاين العافيه اللي تجهدات بوحدها، زادوا ليها في الفوليوم، زادوا في الضو، ما عقلش هذيك لا سين في كاينه واحد الشوط اللي العافيه كانت بهذا الشكل هذا، يعني مزيانه ولكن تجهدات بوحدها، تجهدات. الا في المثال عندهم الضو ديال العافيه من اليسر والضو ديال القمره من اليمين، الوغ نحيدوا هذاك الضو اللي جاي من الفوق، ديك الريفليكسيون اللي جاي من الفوق، نقدروا نضويو غير الجناب ديال ديك الثقبه بلا ما نديروا هاد الريفليكسيون هادي هنايا كبير. انا ما عقلتش هذيك البلاصه فين كاينه، مي راها كاينه. حاجه اخرى اللي كنشوف انا في هذا الفيلم باش ما نبقاش ساكت عاوتاني، وهو مطولينه بزاف، وبزاف ديال الناس اللي لاحظوا هذه القضيه هذه، لان الفيلم كيف كنشوفوا اللي هو فيزويل ماشي ما فيش ديالوج، الحاجه اللي فيها الديالوج بزاف هو المسرح. الوغ اللي كيدير المسرح بزاف كيكونوا كيكون التمثيل المسرحي بحال اللي كيبان ليا في الفيلم هذا، بزاف ديال لي سين هادو اللي كيبانوا ليا التمثيل ديالهم مسرحي اللي فيه كثره الهضره، ما كاينش دوك داك الفيزيو اللي حنا نشوفوا ونتعمقوا ونحسوا بشي حاجه اللي هي الداخل ديالهم، فيه كثره ديال الحزن، يعني ما شناش شي حاجه اللي كتضحك ولا شي في الفيلم، يعني مكثرين فيه الحزن بزاف من اللي كيبدا حتى كيسالي، حاولوا باش يكثروا داك السسبونس ولكن بعض المرات ما تيصدقش، لان التصوير ما مقادش ولا الاخراج ما عاطيش. كنشوفوا بالمثال شي واحد اللي كيتالم، كيبقى يتالم بزاف، كيكثر بداك الالام ديالو، كيكثر بزاف بزاف من داك الالم، وهذه حاجه اللي هي في شي شكل الواحد اللي كيتالم بزاف راه بزاف، الوغ ما خاصش بنادم كيبقى يتالم حتى كيبقى الممثل كيتقاد عليه داك كثره الالم، ما كيبقى عنده شنو يخرج، لان بحال كتشد شي حاجه كتبقى تعصر فيها حتى كتخوى من الماء، واش صافي الممثل ملي كيعطيه كيدخل ديك الكاركتير وكيعطي داك الشيء اللي في جهده صافي قطع عليه. ها هي اللي هذه دابا العافيه بدات كتجهد هنايا وغادا تجهد عاوتاني هنا، فغيكونوا شادين امين. هاي شو شحال تجهدات العافيه، شو شحال تجهدات بوحدها، واش زادوا في البولات ولا هادي، ما عرفتش هاد القضيه هادي، خصها تكون هادشي خصو يكون واحد يقابلو مزيان، لان اللي غادي يقابل الخدمه ديالو واللي غنثيقوا فيه في المثال باش يدير واحد الخدمه اللي هي مزيانه، الو خصنا نثيقوا فيه 100%. اوكي نرجعوا عاوتاني للكوميساريه، الضو ديال الكوميساريه ما بيش، ما خاصو مازال يزيد شويه ديال الدراما، لان كيبان لي انا ماشي ما فيهش دراما بزاف. لي سين في المثال هنا اللي داروا كاملين هنا في الكوميساريه كتبان لي دي سين اللي هما يا ماشي دراما بالنسبه لا لوميير، الضو كثير لان هذا كيبان لي انايا الضو كثير بزاف، ما عرفش انا في غادي نشوف الحيوط كلهم بيضين، هاد البيوديه دي ديال الحيط الا تكونترول لا لوميير غادي يوليو يبانو كري، ما يبقاش هاد الضو هكذا كثير. الى كاين شي وقت غادي نحاول باش نعطيكم، ما عرفتش دابا شحال وانا كنصور، 14 دقيقه تقريبا ولا 15 دقيقه. هنايا الضو جاي من اللور، هنا عجبني هذا الضو ديال هاد لاسين هادي اللي جاي من اللور، واخا راه باينه دايرين ريفليكتور ولا بول اخرى اللي هي ضاربه من هنا وفاس. هنا دابا هاد لاسين هادي اللي غنقدر نشرحها لكم انا بواحد الطريقه اخرى، اللي هي لاسين ديال الصباح، ولكن هنايا ضروري الواحد يدير واحد شويه ديال الدخان،
داك الفوغ لايت، فوغ ماشين راه خدمته بها في الغابه، يجي بيعطي واحد شويه ديال الميست، باش لان ديك الصباح الصبحيه كيكون فيها واحد شويه ديال الميست كنحسو بها راه صباح. ليكلاراج بحال ما هذا ما بيهش، يبقى بحال ما هكذا راه مزيان. مي عندنا اللور راه مجهد بزاف، هذا اللور هذا راه مجهد خصو يكون ناقص، يقدر يدير ليه ديفيوزر ولا دار ليه شي حاجه، عطى الله ما يدار باش يتنقص، ونخليو هذا الكليراج هذا اللي هنا وهنايا غيكون مظلم باش عينينا ما تمشيش لتما، عينينا تبقى مع هذا السوجي هذا. هنا عاوتاني في اليسر نقصوا شويه ديال الضو من هنا، لان هاد الفاز هذا اللي هنا ولا هاد لا لوب محروقه بزاف هنايا، لان عينيا غتمشي لهنايا، ما غاديش يعطيني واحد الكونترول ديال لا لوميير، خاص هاد الشرجه مني هنايا نخليوه باش يعطينا شويه ديال الفيل لهاد الجهه، مي النص ديال هاد الشرجه من هنايا لتحت هنا اللي قبل منه يتبلوكا باش يعطينا شويه هنا ديال الكونترول، هادشي كله يتكونترولا، هادشي في حاله الا ما قدرناش نكونتروليو في البوست. شفتوا هادشي هذا، الا رجعنا في المثال هاد لاسين هادي في المثال درناها من بعد، الوغ هنا تقدر تصور هاد لاسين هادي من بعد تصور بوحدها باش يعطينا باللي راه كاين هاد لونتوراج كامل وتبقى كما هي، ولكن هادشي غادي يطلب الوقت كيف قلت انايا. الفيلم مصور بالزربه، خاص ديما خاصهم كيحاولوا باش يساليوا في اقرب وقت، لان كتبان لهم كتبان لهم خاصهم يكملوا دغيا. هي بدات واحد شويه ديال الشمس، واخا الشمس بعض المرات كيطلع الحال مع الصباح كيكون شويه مغيم وشويه كيولي كتولي الشمس يلاه كتبدا تبان، معليش نقدروا يعني نثقوا بهذه القضيه هذه، ولكن الجنب ديال الشجره هذه وهذا الشيء كله محروق. علاش هذا الشيء كله محروق؟ هنا كتبقى لنا واحد الشكل اخر، لان هنا خص الضو يتبلوكا من هنايا، هذا الشيء كله خصو يتبلوكا، كاينين طرق باش كنبلوكيو الضو ونكونتروليو لهاد الجهه هادي باش ما يبقاش محروق لينا بحال ما هكذا. الا ما قدرناش في المثال ما قدرناش نبلوكيو، نهبطوا الخوامي لهاد الجهه، راه كتبان لي ها هي الخيط هذا ديال الخاميه ديال الريدو، نهبطوا الريدو هنايا نبلوكيو هاد الشيء هذا كامل، هذا يتنقص ونخليو الضو راه غادي يكون قاد يعني كافي لهاد الجهه هادي، غادي نديرو دي تيست وغادي نشوفو. اما باش نعطي واحد ليماج اللي هي محروقه، هادي محروقه لا يجوز، ما خاصهاش تكون. حاجه اخرى عاوتاني، الا في المثال ما عندناش حنا بلا يعني ما عندناش كيفاش غنديرو لهذيك لاسين اللي هي دازت قبل في المثال هادي، نخليو الكاميرا تكون واقفه فين واقفه هنا في المثال الكاميرا ولا هنا، ومن هنايا غادي ناخد. الا ما قدرناش نصورو بثلاث كاميرات نصورو بجوج، ولكن نعطيو هاد الجهه هادي بالظهر ديال الكاميرا باش ما تبانش. غادي ناخذو حنا هاد الجهه هادي هنا اللي غتكون نورمال، وهو راه غيبان نورمال بحال اللي عندنا فهاد لاسين هادي. الو هنا فاش تنقول انا الى الحاجه اللي ما غاديش تكون مزيانه نديرو بها بلاش بناقص منها، ما يمكنلاش نكثروا حنا لي شوط اللي ما غاديش اللي غتكون شي شوط غتخسر لينا ليماج. هنا في المثال البلوكين والستيجين، يعني كاين عندنا البلوكين ديال لي زاكتور والستيجين ديال الكاميرا. الكاميرا كل كاميرا فين كتكون المخرج هذه الخدمه ديالو، وديريكتور الفوتوغرافي الخدمه ديالو فين غيحطوا الكاميرا، فين غيكونوا الممثلين، فين البوزيسيون ديالهم. هنا عجبتني هذه، لان هاد البوزيسيون هذه ديال تريونغل مزيانه، ولكن بعض المرات كنلقى شي حوايج واحد مدرق واحد غير مكورين ومحطوطين في الوسط ديال الكادر اللي هي ما خصهاش دار. الوغ هنا البلوكين هذا ديال لي زاكتور، واحد الحاجه اللي انا قلتها شحال هادي، الا كان لاكتور عنده البروفيل ديالو خايب ما خصهاش يتصور، نحاولوا نتفاداوه. ما هنايا البروفيل ديالو ما بيش يقدروا يدوز هنا، عاوتاني هي اللي تتهضر. ولكن علاش عندنا الكليراج هنايا كثير على هاد لاكتريس هادي، ولا واخا هو كثير لا لوميير ديالها مزيان، يعني عندنا الضو ها هو هنا وعندنا لومب اللي هو هنا، واخا داك لومب خاصو يكون اكثر من هكذا، الا خص هذاك الضو اللي داخل من هنا يتبلوكا، ولا الا كان عندنا شي ريفليكتور هنا يتحيد. مي الضو اللي عندها هي هنا كيبان ليا بلا، ما عندوش واحد 3 ديمونسيون هنا في لا لوميير، الو خاصنا نفس هذا الضو اللي هنا خاص يكون عليها حتى هي هنا. هنايا واخا نقولوا الضو تبدل، لان واقع تحولات لواحد الجهه اخرى، لان تبدلات من البوزيسيون ديالها. مي كيف كنشوفوا هنايا كاين هذا الضو هنا وكاين كاين لومبغ هنايا،
الوغ هاد الشاطه هادي راه مزيانه، ولكن علاش هنا ما كاينش لومبغ وهنايا يكون الضو؟ علاش هادي مخالفه على هادي؟ لان هنا فاش كتبان لكم باللي الضو ما مقادش عليهم جوج، خاصو يتقاد. وبعض المرات كنشوف هاد لي زاكتريس هادو كنشوفهم في لي فوتو ديالهم كيبانوا فوتوجينيك، ولكن الاكثريه في هاد لي بيزود هادو ديال هاد الفيلم هذا كاع لي زاكتريس ولا لي زاكتور كلهم بانوا ليا كيبانوا خايبين في وجههم، كيبان داك العباس ديالهم، كيبانوا في شي شكل. نقدروا نقولوا حنا واخا المخرج بغاهم يبانوا خايبين على حساب الدراما ديال الفيلم، ولكن لا، راه لا لوميير حتى هو عنده واحد الدور مهم باش نبينوا لي زاكتور بواحد الطريقه اللي هي مزيانه. هنا عاوتاني حتى هاد الشوت هادي حتى هي مزيانه عجبتني هادي، ولكن عنده الضو هنايا كلير بزاف، الو خصنا شويه ديال اللومبغ هنايا. غادي نعطيكم دي زيكزومبل في مثلا في دي فيلم اللي هما اجانب، شوفوا نيت دي سين اللي هما يعني خدامين لداخل، يعني الدار بعدا واخا الدار هادي هنايا راه مزيانه لان اللومب الحيوط ديالها ما فيهمش يعني ما مصبوغينش بالبياض ولا بشي لون اللي غادي اتيري لوجي بزاف، هنا كتبان لكم ديك الدراما. حاجه اخرى عاوتاني راه خاص السيت ديزاين يكون موجود ويكون واحد اللي هو ستيليست اللي كي ديزاينر ديال الحوايج، باش حتى الا كان شي لبسه شي واحد لابس شي لبسه تكون منسجمه مع الديكوراسيون ديال الدار وديال لاسين وديال الضو ديال كل شيء. هنايا علاش دابا هادي جات هكذا؟ هادي كتبان لي انا احسن من الشوتس كاملين اللي دازو، كتبان لي مزيانه. علاش؟ شوف الضو كيفاش داخل هنا وعندو هاد لومبغ هذا اللي هو يقوي، كيبان لي 3 ديمونسيون ديالو. وهنا راه كاين واحد الضو باش يبان لي ديك السيباراسيون ديالو هنايا، وكاين هاد شويه ديال الضو هنا السيباراسيون ديالو ما بينو وبين الحيط. هادي مزيانه، ولكن علاش الاكثريه ديال لي سين اللي كنشوف كيبانوا لي خايبين؟ اوكي نجيو لهاد لاسين هادي، كيبان لي الضو بلا، عندنا الضو جاي من هاد الاتجاه هذا 90 دوغري، ولكن خاصني لومبغ هنا، هنا خاصو لومبغ. حتى الا في المثل خدينا واحد الشوط اللي هي لارج بزاف وكيبانو نورمال، كيبان تبان بحال هذا الشكل هذا ما كاينش، منين نقربو خاصنا نبلوكيو هذاك الضو. الا خدامين كيف قلت خدامين بثلاث الكاميرات، وحده لارج وجوج ناقصين، الو خاصنا نبلوكيو الضو ديال الشرجم وما يبانش الشرجم. الا في المثل عندنا واحد الضو اللي هو داخل من واحد الجهه، خاصنا يبان لنا هذاك الشرجم، خاصنا نبينوه باش نعرفوا حنا اللي كنتفرجوا نقولوا راه نيت راه كاين واحد الضو داخل من تما. ما الا كنا غنديروا واحد الشوت وكاين غير حيط في واحد الجهه، في المثل حيط على اليسار وكيبان لي الضو داخل من ديك الجهه، ولا في المثل نديروا واحد لا لومب اللي غتكون هي اللي كان ايميتي وهي كان يعني كنبينوا بها بلي راه واخا هي ماشي صحيحه، كنبينوا بها بلي هذيك لا لومب هي اللي عطيه داك الضو لديك الجهه. خاصنا نبينوا هذيك لا لومب، منين نديروا لارج نبينوها، نبينوا لا لومب، نبينوا الشارج، نبينوا باش حنا اللي كنتفرجوا كنشوفوا بلي راه كاينه ديك لا سورس ديال لا لوميير. انا البارح كنت كنتفرج، ولكن كنت كنتفرج وكنت كنكتب ايميل وما كنتش رد بالي، ورديت البال بعد شفت هذيك لاسين اللي وريتكم على حساب بالليل. ولكن هنايا دابا كتشوفوها هو داخل هنا خارج يا ربي من هذا الغار، هذيك الثقبه اللي كانت ديال بحال الشرجم اللي كانت هنايا في السقف هي كتبان، وهنا كاين واحد الضو، ها هو واحد الضو هنايا. غادي نشوفوا هذا الضو فين غادي فين غادي فين غادي فين غادي. الوغ هذاك واش هذاك ضو؟ لان الا كانت في المثال غير الشعاع ديال هاد الثقبه هادي اللي كاينه هنا، الوغ الشعاع ديالها خاصو يكون هابط هنا، لان هي الشمس ماشي الشمس غادا لهاد الجهه، غادا في المثال نص مترو قريبه لنا من نص مترو. الوغ هادي بولا نساوها هنايا، ولا ماشي نساوها، داروها باش يعاونوا بها على حساب الضو، ربما داروها بالليل ولا ربما داروها باش يضويو شويه في هاد الغار هذا ولا هاد البلاصه هادي ونساوها. الوغ هادي بولا اللي كتبان ليا هنايا نساوها، انا ما رديتش لها البال البارح حتى قالت لي واحد البنت هي اللي قالت لي شوف راه كاينه واحد هذيك راه كتبان ليا بحال شي بولا شي حاجه ماشي سير، مي دابا انا تتبان ليا بلي هذيك راها بولا. هاد لاسين هادي ما بيهاش، وكيف كيبان لنا هنايا مازال الجو مغيم رغم واحد الجهه فيها الشمس، هذيك تقدر تكون يعني تقدر يكون في مثلا كازا فيها الشمس والرباط فيها الغيم،
هذه ماشي ما غاديش نركز عليها بزاف، كنزيدو شويه لقدام. هي باينه هذيك راها بوله، راه ماشي رفلي، ماشي زعما الضو الشعاع ديال ديك الثقبه اللي داخله من السقف. هنا في هاد لاسين هادي الا تصنتو رجعتو لهاد الطرف هذا وتصنتو بلي زيكوتور، حاولوا تسمعوا وجهدوا الصوت ملي غيضربوه في المثال بالفردي، غيضربوا الظهر ديالو ولا العنق ديالو باش يعطيه يعطينا عندي واحد باش يدوخو، غادي نسمع كوبي. الو كوبي سمعت، انا سمعتها في الاول بلا لي زيكوتور وشكيت، سمعت هذا شي حاجه ماشي هي هذيك، درت لي زيكوتور وجاتني كتسمع بحال الشكل ديال كوبي، الصوت ديال المخرج قال كوبي وتسجلت انا في الفيلم. قبل ما يوصل الارض راه سمعت كوبي. هنا يلا غادي يقاس الارض وانا نسمع كوبي معاها، كتسمع داك الصوت ديالو فاش طاح الارض وسمعت كوبي. هذيك يقدروا يحيدوها ويديروا صوت ديال الصوت ديال فولي اللي هو غير الاصوات باللي راه شي حاجه طاحت، راه حتى هو هادشي راه كاين في الانترنت. وعلاش هنايا بالضبط خلاو امين تيبان تقريبا بحال السيلوات، علاش ما داروش ليه واحد الريفليكتور هنايا اون فاس ويضربوا ليه ولا الضو من الفوق ويضربوا ليه داك الضو في وجهه باش يبينوا ليه وجهه، علاش خلينا هنا سيلوات؟ الوغ هادي شوت اللي هي مزيانه، الريكلاج ديال الضو يتريقل على هنايا، رغم راه بداو في المثال كيهضروا كان الغيم، ومعليش راه بانت الشمس، بدا يبان الضو بشويه بشويه، حتى بدا كيبان الضو ديالنا، بدا كيبان لنا لومبغ قاصح، هاديك ما غاديش نركز عليها لان كيف قلت لكم قبيله كيبان الضو مغيم وكيبدا كتبدا تشرق الشمس.